هو اتعرض لرباط صليبي بعد الرباط الصليبي الاول، الاولاني اتعرض ليه في اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي بعد دقايق من المشاركه، وبعد ما عاد ولعب مباراه وديه والكل اثنى عليه وشايف ان شاء الله هيكون انطلاقه قويه مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، تعرض لاصابه اخرى في ملعب التتش. النهارده محمد محمود اجرى الجراحه في المانيا، قدامنا اهي صوره مع مدير اعماله الكابتن نادر شوقي، واطمأننا على حاله محمد من غير ما يجي لنا اي خبر. ليه؟ لان محمد النهارده كان ليه صوره على تويتر يمكن طمنت كل جمهور النادي الاهلي على الحاله النفسيه والمعنويه لمحمد محمود. زي ما انتم شايفين قدامنا اهي في الصوره دي صوره لاعب قايم من عمليه رباط صليبي هتخليه يبتعد عن الملاعب حوالي من 7 لـ9 شهور تانيين بعد ما كان بعيد لمده سنه فاتت نتيجه هذه الاصابه. اصابه زي دي ابعدته عن بطوله الامم الافريقيه للمنتخب الاول، تصفيات افريقيا المؤهله لدوره طوكيو اللي هتتلعب الشهر اللي جاي. نتمنى يا رب باذن الله يلحق التصفيات الافريقيه لما المنتخب ان شاء الله يتاهل لدوره طوكيو، ان هو ان شاء الله باذن الله يكون موجود معاهم، ويتمنى ان شاء الله ان هو يلحق البطوله الدوره الاولمبيه في طوكيو باذن الله. لكن الفكره ان الصوره زي دي، عارف انت وانت بتبدا يومك بتقول صباح الخير تشوف صوره زي دي، حاجه مبشره وحاجه نفسيه جميله جدا. وهو محمد من اللعيبه عندها الحمد لله يعني قلب طيب وقلب ابيض، فربنا يكرمه وان شاء الله يعني تكون هذه الاصابه محدش عارف الخير فين. لكن انا محتاج بالتاكيد اطمن على محمد محمود من خلال الكابتن نادر شوقي اللي موجود مع محمد، مش عايز اقول كل يوم، لا ده كل ساعه وكل دقيقه. كابتن نادر معانا من المانيا. كابتن نادر ازيك؟ انا مساء الخير، ازي حضرتك اخبارك ايه؟ الله يخليك الحمد لله. طبعا انت موجود في المانيا مع محمد وما سبتوش لحظه من اول ما كلمك وقال لك انا عندي رباط صليبي، وعلى طول كان في اجراءات جاهزه للسفر، والنهارده عمل العمليه وخرج الحمد لله بصوره طيبه. الصوره بتدينا ايحاء الحمد لله ان محمد نفسيا كويس. الحمد لله احنا وصلنا امبارح بالليل الساعه 11:30 بالليل، جينا المستشفى الساعه 8 الصبح، دخل لوكر العمليات الساعه 9، طلع 10:30 وكان تمام الحمد لله، قبل ما فات كان على 11:30 كده، والدكتور جه طمنا والحمد لله هيطلع من المستشفى يوم الجمعه باذن الله، هيبتدي العلاج الطبيعي بتاعه يوم الجمعه بعد الظهر. فكره السفر بسرعه واجراء العمليه، وحتى الكابتن محمود الخطيب حتى في سياق هذا الموضوع كان امر بسرعه ان الموضوع يتم انهاء الاجراءات سريعا لاجراء العمليه لمحمد محمود خلال الساعات القليله الماضيه. الاجراءات تمت ازاي وحاله محمد كمان نفسيا دلوقتي معاك اخبارها ايه؟ بص يا فندم، مفيش حاجه غير بتحصل غير بموافقه النادي الاهلي وبدعم بدور النادي الاهلي، ومحمد محمود مش هيطلع من نفسه المانيا، خدنا الموافقه على طول بسرعه وهو ساعدنا جدا طبعا كابتن خطيب وكابتن سعد الحفيظ، واحنا يعني المساله ما خدتش وقت، يعني مساله تليفون وهم وافقوا على طول وطلعنا، وحتى طمنتهم وكده باشمهندس خالد مرتجي كلمني والجهاز الفني كلمني، فهم كلهم بيطمنوا على محمد محمود، فدي حاجه مش يعني مش 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 يعني حاجه طبيعيه جدا من النادي الاهلي، وحاجه دايما النادي الاهلي سباق في حاجه زي كده. اكيد اكيد. طيب الفريق الطبي النهارده كان موجود معاكم الصبح في المستشفى بعد اجراء العمليه الجراحيه، الحمد لله العمليه نجحت، الوضع ايه بالظبط عندك كابتن نادر؟ لا الوضع عندي تمام، ما فيش اي حاجه، هو زي ما قلت لحضرتك هيقعد 20 يوم هنا، 21 يوم تقريبا، هيرجع مصر يوم 20/11، هيتاهل هنا لمده 3 اسابيع وبعد كده يرجع مصر مثلا اسبوعين ويرجع تاني على المانيا، هيقعد شهرين هنا، يعني هيبتدي ياخد بقى الستبس اللي هو خدها قبل كده، هو اصلا عارف بسم الله ما شاء الله يعني عارف كل حاجه، بس انت يعني المباراه تخش عليه وعارف هو هيعملوا ايه بالظبط، يعني هو حافظ خلاص فاهم قصدي، ونفسيته كويسه وما عندوش اي مشاكل خالص، ربنا يكرمه يعني ويديله قد نيته الصراحه، لان حاجه محمد من الناس المحترمه جدا والناس اللي ربنا شايف لهم خير ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي اكيد، يعني ان هو شخصيه محترمه جدا وموهبه، اعتقد ان هي هتشوف محمد محمود قاعد عامل ازاي ان شاء الله. يعني البرنامج اتحدد يا كابتن نادر على طول، يعني انت قلت لي هيقعد لغايه 20 نوفمبر وينزل القاهره، هيقعد فتره يعمل تاهيل ثم يرجع تاني، متحدد البرنامج لغايه ان شاء الله ما يكون جاهز للملعب. اه طبعا لازم كل حاجه تبقى جاهزه ومعروفه من دلوقتي عشان نعرف يعني هنتحرك ازاي، اكيد طبعا. طيب صوره محمد محمود الصبح الكل صحي وشاف صورته وهو بيعمل بايديه الاثنين، عايز اقول لك الصوره يمكن ادت تفاؤل وحماس لجمهور النادي الاهلي، يعني عارف انت لما لعيب يكون خارج من اصابه او عمليه بتبقى الحاله نفسها صعبه قوي، لكن صوره زي دي انت حتى اكيد كلامك مع محمد، يعني ايه الصوره اللي كان عايز تصدرها للناس او الكلمه اللي عايز يقولها للناس من خلال هذه الصوره؟
هو قالها في الانستجرام، وقال ان انا اقوى وهو سترونجر، يعني انا بقيت اقوى من الاول كمان. ودي حاجه تحسب له يعني. احنا دخلنا الاوضه بعد اوضه العمليات، دخلنا الاوضه قال لي صورني فصورته وكان بيضحك وبتاع، فانا ما كنتش متخيل انه هيعمل كده اصلا، لقيته مره واحده عامل كده. ف بس اتكلمت معاه بعد الصوره، قال لي انا هبقى اقوى وهبقى احسن وانا عارف نفسي وان شاء الله هرجع وما عنديش مشكله. بس ما شاء الله ربنا مديله برضو حاجه مش موجوده عند اي حد، فهمه في اللي جاي ان شاء الله يعني. ده حقيقي. انت تعرف محمد من فتره طويله وعارف شخصيته كويسه جدا. هو الفتره الحاليه لما بتعرض لكذا يعني رباط صليبي في الاول ورباط صليبي مره تانية، ودي بتبقى صعبه حتى على نفسيه اي لاعب. محمد وفي كلامه معاك بيشعر ده بسبب ايه او شايف ده ازاي؟ لا ما اتكلمناش في حاجه زي كده. انا بقول لك اول ما حصل له اصابه في النادي الاهلي قال لي احجز، احنا طالعين المانيا، حتى من غير ما نتاكد ان هو صديقي. فهو يعني عنده قناعه ان هي عايز يخلص بسرعه عشان يرجع بسرعه يعني، حتى ما اداليش فرصه. ما ادكش فرصه انا قلت انا مش هستنى، انا هطلع المانيا. قال لك على طول جهز نفسك احنا طالعين المانيا. عارف محمد هو هو عارف يعني، هو حس ان في حاجه. طبعا البني ادم نفسه بيكتشف بنفسه اكتر من اي حد تاني. هو حس على طول، وحتى بعد ما جالي التاكيد من دكتور ايهاب علي والراجل في المانيا وطلعنا على طول يعني، ما خدتش بقول لك 48 ساعه طلعنا على طول. تمام. طيب الرباط الصليبي دلوقتي اعتقد اكتر من 6 شهور يا كابتن نادر، اعتقد المده طالت شويه. 8 شهور، 8 شهور ان شاء الله، 8 شهور يكون موجود باذن الله. يحضر 8 شهور، يحضر البري سيزون بتاع السنه الجايه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عايز ابلغك تحياتي وتحيات كل جمهور النادي الاهلي، وبلغ تحياتنا كمان لمحمد محمود، وان شاء الله الناس كلها مستنياه لما يرجع القاهره، واكيد اكيد ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن ليه، لان هو بيشتغل بشكل كويس، لكن ان شاء الله ربنا يكون مقدر له خير ان شاء الله في الفتره الجايه يا كابتن نادر. شكرا يا فندم، مشرف لي ان اكون مع حضرتك. شكرا. شكرا جزيلا كابتن نادر شوقي، مدير اعمال ووكيل اللاعب محمد محمود، ده نجم النادي الاهلي واللي بيتمنى